اخوك شو اخباره؟ تشوفينه؟ اكيد مسوي مشاكل وايد. انا اهم شيء عندي انتي يا عيوة. انتي ما بعيد تغمض وفارق هالدنيا الا وانا مطمن عليك. يبا انت ظلمتني، انا بسبتك ماني عارفة اعيش حياتي، انت سبب اني انا مو قادرة اعيش حياتي. ادري يا عيوة ادري، عشان كذي انا ودي اموت عشان ترتاحي. مو هذا اللي فرحني يبا، خلاص لازم تعطيني توكيل حق البيت عشان اقدر ابيعه، عشان اقدر اطلعك من هني، لان انا مو قادر اعيش بروحي. يا بنيتي قلت لك البيت لكم، انا لازم اتحاسب واتعاقب. انا غلطت ولازم القانون ياخذ مجراه. انا لازم اموت. انت لازم تموت عشان احنا لازم نموت معك، صح؟